السلام عليكم ليكيم. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في ديدين كلاش مرحبا بكم في هو از ديدين كلاش بارت 2. ماشي باسكو جبت بزاف فيوز. بيزنس شريكي، بيزنس باسكو نتوما حبيتو بارت 2، ما كملناش الحكايه وانا لي زوم ونخلويكم وفولوويني في انستا وجوني في ديسكورد وتريولي. حكيت لكم في البارت اللي فاتت على الماضي الاسود تاع ديدين كلاش، بصح نسيت شويه حاجات ما حكيتش عليهم كيما الفريستايل تاعو مع زكي كاتالونيا، ويقول البعض ان هذاك الفريستايل ملعون. There's this video that kills you after you watch it. The second it's over, this boy says. هذاك الفريستايل خلينا منه، ما كاش اللي ما يعرفوش. ما حكيتش انا على التناقض اللي كان عايشو ديدين كلاش، حيث ترغونيا اسمها بابا بوي فرونس. بصح السلام عليكم ليكيب، معكم ديدين كلاش، وانا غدوه ان شاء الله نطلع لاوروبا ونكون في اوروبا ندير لكم فيديو من باريس. فمو بوكو تشوز اي كيدنافاش كلك سلاح سيف كاراج بزد بابا بوي فواياج 20 غرام كوكا ميرت لا تراس كوزا ديزولي لي فرونسي بابا بوي جوناليتي فرونسيز راتاتاتاتا سور لا راش نغدو ان شاء الله كوم في باريس كيدفا زد لكم فيديو. وما حكيت لكمش انا على الجانب المشرق من الفترة السوداء اللي عاشها ديدين كلاش، باسكو ديدين كلاش فيها دار شوية اغنى شباب كيما خطيني والجماعة هادو. أمي علي بابا بوي. المهم هذيك حكينا عليها المرة اللي فاتت، اليوم جيت نحكي لكم على العودة تاع ديدين كلاش. كيما على بالنا كاع ديدين كلاش حبس الراب، ماشي ديدين كلاش اللي حبس الراب. انا هضر معاكم، انا ديدين انسان عادي، باسكو دوكا انا انسان عادي حبست الراب وجبت روحي. حاجة طروازيام انا حبست الراب وما كاش كيفاش نولي للراب، ما تبقاش تعاود تولي في فترة تاع ما خلوش نضيع تاعك تاع عاود ولا للراب وما على باليش الراب راهو ليكم. يا ديدين علاش ما توليش للراب؟ اسمحوا لي تطيح يحرق بابا بوي ماك منا اليوم الدين. ديدين كلاش موراها عاود ولا للراب بلوك مذهل واحد ما كان يستنى فيه. نعم اعزائي المشاهدين، ديدين كلاش عاود ولا الميدان الراب بقوه بهذا اللوك الجديد وهذه النظارات والتحفيف السوفاجا. قرر ديدين كلاش يعاود يولي للراب ويدير مسيره نظيفه فاميلي فريندلي وما يزيدش يطيح في الغنى تاعو. نكتب بالبريه الوكيل الجمهوريه كلابك شحنوا عليا سوقولي في البي على طولي. في 2017 كان ديدين كلاش يطلق غنى بصح ما كانش يدير بزاف البوز حتى دار فيت مع فوبيا. هلا 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 والله بني بالو كانوا با 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 سيربس نرقيه اللي تشنو قاسيو حبوا الخطيب بباد لافاسو نعني زلطان عرش بكاسو هادو ما يحبوش لي صوتي كاسو ريسو لا ريسو مغنية باريكا نصبات بيضان سالف ليريكا عرفتي واش عندي تورتشو اللي كان نفسك قفتشك ديها تسويكا فاسو بالي بولونيا مولي فيتا سولونيا. لا لا يا خوتي مانيش نحكي على هذه، يعني نحكي على الفيت تاعهم تاع الغنية تاع 3 33. زعما داروا غنية عميقة وداروا فيها 3 33 ثانية زعما ستا ديفل الشيطان و 33 هالف ديفل وما على باليش. المشكل انه كي تروح تسمع الليريكس تلقى ديدين كلاش يقول ماما جو تام فيك نخمم. غريبة الحياة غريب. موراها غنى غنية بحوايج سوبرام فيك تاع 500,000 ولا ما على باليش. المهم كانوا دايرين تير هذاك الوقت، وثانيك فورتنايت كان دايرة تير تسمى كان يقلد شوية فورتنايت تابزك شايف. وما ننساوش بيان سير موراها الغنية تاعو الأسطورية مع سهام جابونية مور 3 سنين من مكلاشا شابة واحدة أخرى اللي هي شابة سعاد. ما تحكي لي ما تغني لي طريق معوجة لا دي بوش بدات الهرب سعاد بميني بوزا سيلفي بوش ابوش. اصبرت شو واقع هذه ثان دايرين لها كوبي رايت وات ذا فاك موسيقى كيما هذي دايرين لها كوبي رايت خاوتي ما قدرش نديرها لكم. بزنس شريكي بزنس موني موني امين نيد ديجيتشي. المهم ديدين في مقطع من هذه الاغنية قال عندي خيط في راسي مربوط دو فوا ودار 3 بيدو، وهذا راجع لانه عنده مشاكل في الرياضيات
لاحظناهم من بكري. هذاك تاست ماشي اغنية حاجة الاولى ريكورد تاع مايك تاست بوك حاجة دوزيام لاباج هذيك ماشي ديالي حاجة طروازيام انا حبست الراب وما كاش كيفاش نولي للراب ما تبقاش تعاود تولي في فترة ما تخلوش نطيح داك تقولي بلي ديبلوم وما عندي ما ديبلوم وما ديبلوم وكذا منا انا عندي ديبلوم الزنقة. ايه هذه يا خوتي ديبلوم الزنقة مليح بصح عنده شوية سلبيات كيما الرياضيات. ايه وما ينساوش ثاني خوتي تاع النكلاشي واحد زوج اثنين يا الحلم قولي بارك وين شدك تخرب في كانو 16 نكلاشي واحد زوج اثنين اوه هذه تاع نكلاشي واحد زوج اثنين يلقى لها حلها غير جوجل. نكلاشي واحد زوج اثنين اوه مكا سبارتشو بالك مالك بالفرنسية بابا بوي قولك ما نعرفش وروح بابا بوي اماك متابلو دوبلو طروابلو كاتادا بسيش بسانك بابا بوي اماك بمختك همشي قوت شريكي سيب قوت. وطبعا في 2018 تيتين كلاش دار الكليب تاعو تاع عيشة لافي اللي جاب فيه كامارو وبعض الفتيات المثيرات وزاد قلد فيه شوية موفز تاع فورتنايت. ودارو في دبي وهذاك الكليب طغى وديدين من ثمك ومن ثمك ديدين كيما يقولوا بدا مشواره نحو العالمية ولا يدير غير الغناء ولا يطلق غناء بزاف وانتيك وانا يعجبني خوتي ديدين كلاش كان هنا ما يحبوش هذه حكاية ديدين كلاش خوتي ونحب نقدم رسالة لديدين كلاش نتمنى يشوفها. السلام عليكم خوتي تاع اليوتيوب وكاع خوتي تاع الفيسبوك. انا واحد ساكن هنا جاي ضيف هنا مشلف مع الشورق تاع الشمس نقول لكم بلي حاجة واحدة الراب تاع الجزائر راه مليح والشيكو تاع الراب خوتي هو ديدين كلاش. خويا ديدين كلاش الا كتسمع فيا انا فري نحبك خويا ديدين كلاش ونكمل على هاد المسيرة ونزيد نبعت لك لي فيديو وخد اخرك هيا تشا. السلام عليكم ليكيت شراراكم مليح بون جديد ديالك صيبو فلاكا لاشان اوفيسيال ديالي هاي ليك ومدى بيكم لي زابوني ابوني والقريتو جانيتو تهلا بزاف لراحكم وسلام عليكم. نعطيك قصيدة لبلادي التراب سو الانسان زي ما نقولو الماجيناسيون هكدا انسان وحدو في بلاصة خالية وما كان حتى بنادم اضرار سوسطة شايف خلويه ويمشي وحده هكذايا او يحكي يحرق حتشوني يماك يعطيك الصحه خويا يسلمك يا هدرتها خويا من القلب وحسيتها من القلب صح بيان سير يا اخو وان شاء الله الرساله توصل ورساله واضحه يا اسطى شنو نقول لهم ما طاش ما طيح تيتي انا داخلين وراك مايك او يلا اه يا اخو ما فيها كلو لكم اللي بدنا نضبط.